اللي ما عندوش ميتي تاع السردين ما يعرفش اروح تشارجي الحوت راه باطل في البور وروح تخدمها على روحك وروح تبيع. هيا هذا فيديو استجالي. قولوا شحال دارت السردينه؟ قولوا شحال دارت السردينه؟ 10000 ديمير عيون تركه. كيف السردين؟ يعني احنا راه عندنا اسكو ماشي عيب نروحو نستوردو السردين وفي بلادنا احنا ما شاء الله. وهذا نداء راني ندير فيه. لا نداء ندير فيه انني نقول التجربة اللي درناها في الدجاج قادرين اننا نكروها في العديد من المواد. يا اما الى هذوك عندنا نقص في اللغة. انت تقول لي انت بلاك تعرف الحوتشية اسكو عندنا نقص في السردين في البلاد؟ وعلاش هو غالي؟ كيف سي زانترميديار؟ جوستومون مش انا ماشي صياد سي زانترميديار. على بالي ماهوش اللي راهو يبيع لهنا. لا ما ماشي صياد سي زانترميديار. علاش راني نقول جماعه فور ويكس لي كرون سيرفاس هادو يعاونونا على الاقل نشريو من عند صيادين نروحو نديرو دي كونفونسيون مع صيادين. رانا نجيبو سلعه من عند الصياد ديريكتومون من الشالوتي لفور ويكس ديريكتومون لهنايا. انا من جهه برك نداء اننا ما نضرش الصياد بصح لازم ما نضرش المستهلك باش ما نجيبوش السردين للمستورد. تكون نكملوا هكذا الجزائري يحب ياكل سردين. طبق تاع زوال 90000 طبق زوال الدجاج ب 35000 و 40000 و حتى 48000 الكيلو وسردين 90000. تصريحات وزير التجارة والترقية الصادرات كسرت الارتفاع الجنوني لأسعار السردين عقب قراره الذي توعد من خلاله المضاربين باستيراد السردين من الخارج لضبط الأسعار. الإجراء يندرج في إطار سياسة رئيس الجمهورية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، ويدخل ضمن تدابيره الردعية والحازمة الموجهة ضد جشع المضاربين ومحتكري السوق. بنيميلك الديموس نارهات شرشال سيدي غيناس حجر الطنس في قرايا حادث. رانا نقولوا بلي السردين راه هنا في قرايا باطل. روح خويا تشارجي روح تخدم على روحك عاجل 150000 للصندوق. يلا خلف. وزارة الصيد البحري أصدرت تراخيص باستيراد كميات معتبرة من السردين من تونس. المضاربون تجاوزوا كل الحدود حيث بلغت الأسعار مستويات خيالية خلال موسم الوفرة الذي يتزامن مع فصلي الربيع والصيف، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 1500 دينار جزائري. رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي جدد التأكيد على موقفه من ظاهرة ارتفاع أسعار السردين، وشدد على أن المضاربة ما تزال قائمة وكسرها لا يكون إلا بالاستيراد وتطبيق القانون. الأسعار شهدت قبل يومين انخفاضا حادا على إثر إنزال كبير لكميات ضخمة من السردين على مستوى عدد من الموانئ عبر الساحل على غرار تيبازا وبومرداس وعين تيموشنت، حيث تتراوح بين 400 و300 وحتى 250 دينار جزائري أو أقل بسعر التجزئة للمستهلك. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.